جيب لك واحد على رأسه عمامة وتافخها من نفسه زين، ومصور نفسه كأنه منقذ العراق، يعني واحد زعطوط. هو عرفته؟ ما عرفته؟ زين، فهذا يسوي لك شنو؟ تعرفون فضيحته ومصيبته، يسوي لك ماذا؟ يسوي لك مؤتمر في النجف الأشرف في يوم ميلاد فاطمة الزهراء عليه السلام. يعني شوف المسخرة والفضيحة، في يوم ميلاد فاطمة الزهراء عليه السلام، وفي هذا المؤتمر يمتدح من؟ أعداء الزهراء، يسميهم خلفاء راشدين، أبو بكر، عمر، عثمان، ويعتبر منهاجهم، يعني منهاج قدوة لازم نمشي عليه. يعني زين، أكان يرضي أكان يرضي هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، يرضيهم التفخيخ والتفجير؟ إي والله يرضيهم، وهم أساس هذا الإجرام، هذا اللي كان أبو بكر وعمر وعثمان، هذول أساس الإجرام. وأنت يا وقح تؤخر علي بن أبي طالب تجعله رابعهم، تقول الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتترضى عليهم جميعا، يعني تخلط المحق بالمبطل والجاني والضحية المجني عليه كلهم سوى مع بعض، هكذا تخرج لك بهذه الطريقة باسم الزهراء عليه السلام في مدينة أمير المؤمنين عليه السلام؟ هكذا تتلاعب بالدين؟ هذا الآن إذا تطبق عليه هذه الروايات شنو يطلع؟ من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا. شوف أنت تمتدح واحد قال لأهل البيت، قال يعني شنو؟ يعني واحد جافي لأهل البيت، معارض لأهل البيت، بعيد عن أهل البيت، بهالمقدار أنت إذا تمتدحه أنت قد كفرت بالسبع المثاني والقرآن العظيم، أنت لست منهم وليسوا منك. إذا مدحت قاليا فكيف إذا مدحت قاتلا؟ شوفوا المصيبة وين؟ إذا واحد قال لأهل البيت إذا مدحته، يعني واحد بعيد عن أهل البيت، مخالف لأهل البيت، لأن نفس الرواية ماذا تقول؟ تقول أو مدح لنا عائبا أو أكرم لنا مخالفا. واحد مخالف أنت تكرمه، واحد مثلا خلي نقول مثل الحسن البصري مثلا، مخالف لأهل البيت، ما شارك في قتلهم الحسن البصري للعلم، بل أحيانا كان يحدث بفضائل أهل البيت عليهم السلام، لكن يبقى مخالف من شيعة أهل البيت حسن البصري؟ لا، بعيد عنه. أنت إذا تمتدح هذا أنت لست من أهل البيت وليسوا منك، أنت مطرود عن دائرة التشيع والمحبين لأهل البيت، أنت قد كفرت بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. إذا مدحت واحد كهذا لم يشترك في دماء أهل البيت ولم يقتلهم ولم يجر عليهم، لكن مجرد أنه مخالف قال بعيد عنهم، فكيف بشخصية مثل عمر مثلا الذي صفع سيدة أهل البيت، رفس سيدة أهل البيت، أنت هذا تمتدحه؟ ترفع اسمه على المنابر؟
ومتصور أنك قمت بعمل بطولي خسئت، هذه خيانة للزهرة، خيانة لأهل البيت. إذا أنت ما لقيت أحد يؤدبك، هنالك من يؤدبك في هذا العصر. لا تتصور أن الآخرين ساكتين عنك، إذا هم جبناء هنالك أتباع الزهراء يصفعونك يؤدبونك. ما نسمح لك بأن تكرر هذه الأمور مرة أخرى في حرم أمير المؤمنين في بلد أهل البيت عليهم السلام. هذا يدعي أنه محب للزهراء، لكن طبقاً لمعايير أهل البيت هو ماذا؟ كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا، ليس محباً حقيقياً. الغنم اللي وياه يجون يقولوا لك شنو؟ تقية سواها. تقية يعني شنو يا أخي؟ تقية يعني مجبور. من جبره على ذلك؟ من جبر قال تعال سوي أنت مؤتمر وتعال سوي هذا الكلام وتعال امتدح هؤلاء الظلم القتل الطغاة الفجر أعداء الله ورسوله؟ منو جبرك؟ ما حد جبرك. اقعد راحة بمكانك على أخبالك وعلى جنونك وعلى خرطياتك. مرة تعالوا سووا سرايا السلام، ومرة تجميد، ومرة جيش المهدي، ومرة تجميد، ومرة بالثلاجة، ومرة بالمبردة وبالمجمدة، ومرة ما عرفنا لك. واحد أهبل جاهل خبل ضيع العراق وضيع هذه الأمة وضيع. هاي مشكلتنا. شوفوا شلون لما مزعطة يتحكمون ببلد عظيم مثل هذا. هذه إحدى مآسينا. فإذن الآن إذا أردنا النصر، وإحنا الآن في مواجهة مع العدو، ونسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح بالنا حتى نعود للزهراء صلوات الله عليها وروحي فداها فتنصرنا الزهراء كما قال الإمام الصادق عليه السلام، يعني نصر فاطمة لمحبيها. يا إخواني، يا من تقاتلون على الجبهات، يا منتسبي الجيش، منتسبي الشرطة، منتسبي الحشد الشعبي، عودوا إلى الزهراء، صفوا نيتكم مع الزهراء ليكن حبكم للزهراء حباً حقيقياً، والله لا تهزمون قسماً بالله. بس امشوا على هذا الخط الولائي البرائي الرافضي لتكن قضيتكم الزهراء، لا تكن قضيتكم الأحزاب، لا تكن قضيتكم الفصائل، لا تكن قضيتكم أهل الرايات، لا تكن قضيتكم الحكم والحكومة والسياسة، لتكن قضيتكم الزهراء. اعقدوا النوايا على نصرة الزهراء عليه السلام ودحر أعدائها وتسقيط أعدائها الأولين. قولوا نريد أن نعيد العراق إلى حاضنة الرفض، يعود العراق بلداً رافضياً كما كان في أمجاده الأولى، لا مكان فيه لأعداء الزهراء أبداً، لا مكان فيه. لا أقصد بذلك أهل العامة، أقصد بذلك رموز الظلم للزهراء. لا نريد أن نسمع في العراق مديحاً لأعداء الزهراء، لا نريد أن نرى في المناهج الدراسية في العراق مديحاً لأعداء الزهراء، لا نريد منهاج أعداء الزهراء، نريد منهاج الزهراء الذي يقضي على أعدائها وعلى منهاج أعدائها. هذا الذي نريد. نريد شعباً وفياً للزهراء، دولة وفية للزهراء عليه السلام. والله لا تهزم لو مشيتم على هذه المنهجية، ينصركم الله 100%. خذوا الضمانة من إمامكم الصادق عليه السلام.
إذا هزمتم اعلموا أن الخلل فيكم، حبكم للزهراء ليس حبا حقيقيا مكتملا. وإلا الإمام الصادق يقول الله ينصر محبي الزهراء، فاطمة تنصر محبيها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وإحنا نهزم ونتراجع من النواصب الإرهابيين، إذن الخلل فينا، لازم نراجع أنفسنا، إحنا نفيخ شيء غلط في نفوسنا. إيه نعم، في شيء غلط. أنت إلى الآن تشوف مديح لأعداء الزهراء ولا تنكر، كيف تسمح لنفسك أن يكون قائدك يمدح أعداء الزهراء؟ شلون تقبل على نفسك يا أخي؟ إذا صار فراغ في العراق وهذا ابن المرجع محمد الصدر، فهذا صارت أكو في فترة معينة صار أكو فراغ، صار أكو هنالك حالة من الارتباك في الوضع العراقي، فهذا تصدر المشهد وانخدعنا به ورحنا وراه، وكانت ظروف احتلال وظروف أجواء متوترة، بعد خلص هذه بعد انقضينا منه، خلص قضيناها وانتهت القضية، لابد الآن مرحلة الرشد والحكمة، انتهى الموضوع. بعد إلى متى يسلم بيد هؤلاء الذين، يسلم هذا البلد بيد هؤلاء الذين دمروا هذا البلد؟ أنت مقاتل، خلك شريف، أنت مجاهد شريف، لا تأتمر بأمر هؤلاء. مو فقط هذا، هذا وغيره، مو احنا كل الطبقة السياسية اللي موجودة في العراق طبقة خائنة فاسدة مع الأسف الشديد. لا تقبل على نفسك تلوث نفسك، لا تجعل قضية الزهراء آخر القضايا. ليش قضية الزهراء في العراق آخر القضايا؟ ليش؟ ليش القضايا الأخرى مقدمة عليها؟ هذا احنا سنوات ننادي بتغيير المناهج الدينية لأنها لا ترضي الزهراء عليه السلام. مدح لعمر ومدح لعائشة ومدح ما أدري منه من أمثال هؤلاء، بل إهانة حتى لبعض رموز أهل البيت كسيدة سكينة أو سكينة بنت الحسين عليهما السلام، موجود بالمناهج ولا أحد ينكر ولا أحد يغير. ليش هاي قضايا أهل البيت آخر القضايا عندكم؟ لماذا؟ إلى متى؟ وبعدين تشتكون ليش هزمنا؟ الخلل فيكم، صححوا علاقتكم بالزهراء وأهل البيت عليهم السلام ينصركم الله. قضية واضحة، لا تتشدق بالحب الظاهري الوهمي، تقول أنا محب لأهل البيت. حب أهل البيت له شرائط، من أهم تلك الشرائط أن تتبرأ من أعدائهم وأن لا تمدح لهم قاليا أو مخالفا، فكيف بقاتل لهم؟ يعني هذا أصلا فرد شيء اللي بعد مو ليس في الـ في الـ في الـ يعني تحصيل حاصل، يفترض أن لا يتكلم فيه أصلا، لا يخطر على بال شيعي يطلع يمتدح أبو بكر عمر أو يدافع عن عائشة، رموز القوم. إحنا ما نرمز أحد إلا رموز الإسلام الحقيقيين، الرموز الذين اعترفت بهم الزهراء، هؤلاء رموزنا، رموز القوم. شلنا شغلة بهم؟ كل قوم برموزهم فرحون. شنو أنا أروح أقدس كل الرموز؟ صدام أم رمز لبعض القوم، صحيح أم لا؟ نقوم من قدسة يعني؟ عجيب هذا المنطق. صلاح الدين الأيوبي رمز لبعض القوم، نقوم من قدسة ونحترمه؟ البقرة رمز لبعض القوم، خلص لا تسيئوا للبقرة بعد اليوم، لا تذبحوا بقرة ولا تأكلوها، رموز القوم بعد صارت، حرام عليكم. حمدا لله ما عندنا في العراق هندوس، والله الله وكيلك يصدروا لك هالفتوى، جاي يقول لك هم حرام عليك لا تسيئون للبقرة بعد. مسخرة، الناس جهلة على رأسها عمايل.